يعطيكم العافية يا خامس. اليوم إن شاء الله درسنا المدى يا مس، وننحل أسئلة الوحدة، والدرس الأخير ما بدي أعطيكم إياه يا مس. المدى يا مس هو عبارة عن عدد يبين تباعد مجموعة البيانات، وهو الفرق بين أعلى قيمة من البيانات ناقص أدنى قيمة. الفرق يعني طرح بين أعلى قيمة وأدنى قيمة. لحتى أجد المدى مس لازم أرتب، مش لازم بس الأسهل لي إني أرتب تصاعدي أو تنازلي، وأطرح أصغر قيمة من أكبر قيمة. هذا بالنسبة للمدى ببين لي تباين أو بوصف تباعد مجموعة البيانات. عندي هون مس مجموعة بيانات بالشكل زي ما أنتم شايفين، بدنا المدى لكميات الإنتاج. هون بحكي لكم عندي إنتاج عدد، كان عدد إنتاج عند المزارع في منطقة الأغوار في أحد الأسابيع من البندورة بالأطنان كما يأتي: 15 طن، 20 طن، 25 طن، 32 طن، 19 طن. بدهم المدى من هاي البيانات. أكبر قيمة من هدول القيم يعني، بس لحتى أميز، إذا مش قادر تميز أكبر قيمة رتب تصاعدي من الصغير للكبير. بس شايفة إنه أنا أصغر قيمة من هدول القيم أو أكبر قيمة من هدول القيم اللي هي 32 أكبر قيمة، وأصغر قيمة 15. 32 ناقص 15 طبعا أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هون طلع عندي المدى يساوي 17 طن. مدى كميات الإنتاج تباعد مجموعة البيانات الموضحة عندي هون بالأطنان. طيب، ما المدى لمجموعة الأعداد الآتية؟ لحتى نوجد هون المدى يمس، أسهل لي إني أرتب تصاعدي لحتى أميز أكبر قيمة وأصغر قيمة. خلينا نرتب أصغر قيمة هون يا مس، عندي هون 831، هون عندي 150. أصغر قيمة 150، 325، 831، 1599. وعندي هون كم يا مس؟ 2000. عندي هون 2000، أكبر قيمة كان عندي هون 2000، وأصغر قيمة 150. 2000 ناقص 150 كم بيعطيني يا مس؟ 1850. 1850 هذا بالنسبة يا مس لمين؟ للمدى الرينج، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. طيب، عندي هون يبين الجدول إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من شهر آب لعام 2020. ما مدى عدد الإصابات في تلك الفترة؟ يوم السبت كان عدد الحالات 15، الأحد 5، 2 5، 3 6، الأربعة 7، الخميس 1، الجمعة 5. المدى يمس هون يمس بيكون عندي أكبر قيمة اللي هي عندي هون 15 ناقص أصغر قيمة اللي هي الواحد. 15 ناقص 1 يساوي يمس كم؟ 14. سألت ليلى عدد من زميلاتها في المدرسة عن عدد الأخوة والأخوات لكل واحد منهم، ووصلت البيانات بالأعمدة زي ما أنتوا شايفين. مثلت البيانات بالأعمدة. بدنا المدى لعدد الأخوة والأخوات، عدد الأخوة والأخوات من 1 لـ 8. مين أكبر قيمة؟ 8. أصغر قيمة لعدد الأخوة 1. 8 ناقص 1 كم يساوي يا مس؟ 7. إذا هون الرينج يساوي 7. طيب، أجد المدى للأعداد الآتية. خلينا نرتب نمس عشان تميزوا بين أصغر وأكبر قيمة تصاعدي. أصغر قيمة بين هدول القيمة مس من هي 3.7، هون عندي 4، وهون عندي 4.2، و5.5، و5.8. أكبر قيمة 5.8، أقل قيمة 3.7. فالمدى رح يكون أكبر قيمة 5.8 ناقص أصغر قيمة اللي هي 3.7 يساوي يمس 2.1. 2.1 هذا يمس بالنسبة للمدى بوصف تباعد البيانات، ويساوي الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة. تمام. ولحتى يسهل علينا يمس إيجاد المدى، نرتب تصاعدي أو تنازلي وأطرح أصغر قيمة من أكبر قيمة.